ألف مبروك للمنتخب المصري، مباراة كانت صعبة، الفوز طعمه حلو، النهاردة المصريين هيناموا مجبورين الخاطر، النهاردة هننام وإحنا فرحانين، النهاردة هننام وإحنا مبسوطين، فوز ما كانش سهل، فوز بطعم كبير جدا، لذته كبيرة جدا، لأنه كان قدامنا برضو بصراحة فريق مش سهل، وكمان الدقايق الأولى لما جه الجون الأولاني كان يعني إيه مشكلة كبيرة، ودايما لما بيجي جون من فريق منافس في أول المباراة أحيانا الروح المعنوية بتنخفض، ولكن الحقيقة النهاردة فريقنا كان رجالة، 120 دقيقة قاتلوا من أجل الفوز، اقتنسوا الفوز من بق الأسد زي ما بيقولوا. يعني الحقيقة النهاردة ملحمة بمعنى الكلمة، أداء أكتر من رائع، أداء مشرف، والحمد لله. أنا ما بقولش أداء مشرف وبعدين خسرنا نقعد نقول أداء مشرف والحمد لله بس مش مشكلة بس أداء مشرف، لا، أداء مشرف بجد ونتيجة مشرفة، وهذا الأداء توج بالفوز وتوج بفرحة المصريين. أعتقد النهاردة احنا كلنا مش هنعرف ننام، يعني النهاردة هنسهر نبارك لبعض وهننام مجبورين الخاطر. أبطال النهاردة 120 دقيقة لعبوا من أول دقيقة لآخر دقيقة وتوجوا بفوز صعب، فوز مش سهل، عشان كده طعم الفوز كبير جدا. النهاردة مو صلاح هو يعني مش بس نجم المباراة، مش مان اوف ذا ماتش او ستار اوف ذا ماتش، لا، هو رد على اي حاجه، اي كلام عابس، اي كلام ملوش اي لازمه، رد عملي في الماتش. الرد العملي دايما بيكون اقوى الردود. حكم بس يعني مش عارفه اسامحك ولا لا، بس ربنا كان كبير، ربنا اكبر من اي حد. في ناس كده بتبقى ايه فاكره انها هتاثر على حاجه او هي هتكوش على حاجه وهي بس بينسوا انه في حاجه اسمها ربنا. في الاخر ربنا كان مع الفريق المصري لانه بجد لعب حلو، لانهم بجد وقفوا وقفه رجاله ولعبوا كرجاله، لعبوا كمقاتلين، ما كانوش عايزين الماتش يخلص ويكسروا قلب الشعب المصري. المشهد بتاع ابو جبل برضو لسه مأثر فيا، انا مش هخرج انا مش هخرج انا مش هخرج، وهو بيعيط لغايه ما انتهت المباراه. الحقيقه راجل يا ابو جبل، راجل يا محمد يا صلاح، مش 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 هما الاثنين بس، اسمحوني انا مش حافظه كل الاسامي، انا مش كرويه، لكن انا واحده مصريه، مواطنه مصريه، بشجع المنتخب بتاع بلدي، وشايفه وانا مش متخصصه في الكوره، وشايفه وانا بتفرج 11 راجل ده غير اللي قاعدين مستنيين يدخلوا يلعبوا، كل واحد دخل يلعب اضاف. تريزيجيه طبعا اللي جاب الجون طبعا، شابوه، حاجه رائعه حقيقة. يعني ماتش جميل جدا، كنا قاعدين خايفين من الساعة 5 أنا وزمايلي، وقاعدين مستنين يا ترى هنطلع نقول طعم الفوز حلو ولا هنطلع نقول هارد لك. تخيلوا بقى، احنا كنا متقبلين ايا كان، لانه عارفين ان احنا عندنا لعيبة رجالة وجدعان في الملعب، ولكن كان نفسنا نطلع نقول طعم الفوز حلو، وكنا قاعدين مش عارفين ناكل. يعني قبل الحلقه احيانا بنقعد كده ناكل مع مش جاي لنا نفس، احنا قاعدين انفاسنا محبوسه مستنيين النتيجه، كانها زي نتيجه الثانويه العامه كده. جبنا كام في الميه النهارده؟ 100%. النهارده رجالتنا وقفوا وقفه رجاله، مقاتلين مصريين محترمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني النهاردة هنكون فرحانين. شكرا للجمهور المصري اللي سافر وشجع بلده، شكرا لكل مصري وقف جنب فريقه وما حاولش ان هو يخليهم في روح معنوية منخفضة. السوشيال ميديا بقى والكلام اللي حصل ده وأثر على اللعيبة، زي ما اتكلمنا مرة مع السفير المصري في العاصمة الكاميرونية يا ويندي. الفوز النهارده
مخلي كل حته في مصر بتفرح. يعني زمايلي بيقولوا لي اماكن كتير في مصر قاعدين يعني عاملين احتفالات كبيره بهذا الفوز. اهداء طبعا من مجلس اداره قناه اي تي سي للشعب المصري وللمنتخب المصري كله. يعني هنسيبكم مع هذه الاغنيه المعموله خصيصا من قناه اي تي سي بتهديها لكل الشعب المصري وللمنتخب المصري الرجال الابطال. اليكم هذه الاغنيه.